لو نتحدث عن منطقة القرقرات، لماذا هذه المنطقة تحديدا تم استهدافها؟ كثير يقول أنها ربما منطقة تبادل تجاري، اليوم موريتانيا ربما تتخذ الإجراءات اللازمة على الحدود. تحدث لنا سعادة السفير على هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية. المنطقة تقع على الحدود الجنوبية الغربية للصحراء، والنظام المغربي كما هو معروف حدوده البرية كلها مغلقة، وفتح تلك الثغرة في حزام الدفاع، لأن هي فتحت في الحزام الدفاعي الذي كان مغلقا منذ يعني الحرب. وعندما تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار 1991 لم يكن هناك شيء، وحتى 2001 لا توجد أي ثغرة. وعندما حاول أنه يعبد الطريق في تلك السنة، الأمم المتحدة منعته من تعبيد، ولكن هو واصل لأنه يعني يريد أن يصدر من خلالها منتجاته نحو إفريقيا الغربية كلها. ومعروف كذلك أن المغرب، وهذا ليس دعاية للبوليساريو لأنها في خصام مع المغرب، هو أكبر مصدر للقنب الهندي، وهذا باعتراف مكاتب الأمم المتحدة. ويعني لما سدت عليه أوروبا الأبواب أصبح يعني يصدرها من هذه البوابة، بالإضافة إلى نهب الثروات الصحراوية، وأصبحت هذه البوابة هي يعني مصدر للتهريب. وسدها عليه سيحرمه من 20 مليار سنويا يعني يكتسبها من هذه المادة. إذن وهذا يفسر كذلك لماذا هو لديه بنوك في غرب إفريقيا ولديه مشاريع هي لتبييض الأموال من هذه التجارة، وبالتالي هي تمس حقيقة سياسته تجاه إفريقيا وحتى عائداته الاقتصادية. ولهذا يعني هو لم يمنع باستطاعته، لأن زراعة القنب الهندي موجودة في مئات الآلاف من الهكتارات، وشيء لا يمكن ستره، لا يمكن تغييره.